باقي صغير كان يطيح التيتيز بالحوض. من الجزائر ومن تونس ومن مصر. هذه طريقة جبلية، طريقة من أنا أصلي بني حسن. هذه طريقة جبلية، واحد بيرسوناج اللي عملتها أنا في الدماغ ديالي، تأنسبيريت من مرات جدي وعمتي وعمتي اللي كانوا في الجبل. كتغوت ديك السيدة، كتغوت كتحاول توصل بحالة بأنها ديما منفعلة وكتفهم في كل شيء، والبساطة وديك التركيبة اللي فيها هي اللي خلات الناس زعما تعجب الناس. ما غضبتش حيت فيا المول بالجع. على حر قبيلتي، كنت صرحتي بانك تنتينا استاذه. سمعتيني. انا استاذه الاطفال التوحد، وانا مجازه في القانون العام، الى جانب انني خديت الدبلوم ديالي كمساعده اجتماعيه، ومن بعد عملت تكوين في الاطر التربويه والمربيات، وكان جزء من التكوين ديالي اننا مع الاطفال التوحد. دونك كنعرف انا المعاناه الاهل ديالهم بزاف، وكنعرف المعاناه ديالهم كيفاش هما كيحسوا، وان شاء الله لما لا انا نفتتح شي مركز ديالي ان شاء الله. هتشوفوني في الدار نطيب. ان شاء الله كاين جديد في رمضان. ما نقدرش نقول بان نصرح به حيت باقي على ورق، ان شاء الله ملي يكون كيتصور ساعتك انتم اول واحدين تعرفوه. شكرا للأطر اللي كاينين معايا.